يعني تحدثت عن المنجزات بشكلها العام وببعض من التفصيل. إذا أردنا يعني أن نسألك عن الوزراء، يعني نعلم أن جميع الوزراء تمت استضافتهم وخضعوا للمساءلة وللتقييم في البرلمان، كيف تقيم حكومة السودان اليوم عمل الوزراء؟ وهل سجلتم ملاحظات معينة تتعلق بنقاط ضعف معينة لوزير ما وأن كان في ملفات محددة؟ يعني بكل تأكيد السيد رئيس الوزراء تحدث عن أكثر من مرة حول تقييم السادة الوزراء، وتقييم السادة الوزراء طبعا هو تحصيل حاصل، وبلشت الدولة العراقية وأمامكم وجبتين من المدراء العامين تجاوزت 400 ممن تم يعني تطبيق نظام التقييم والمتابعة والمحاسبة عليهم. أيضا الآن هناك وجبة جديدة من المستشارين والوكلاء، وكلاء الوزارات في الانتظار، ثم ما بعد ذلك الوزارات. إجمالا لا يمكن أن نقول على أن أي وزارة في أي دولة ليست في العراق، لا يمكن أن تقول الحكومة بأنه لا توجد تلكؤات في هذه الوزارة. نحن لا نتحدث عن معصومين ولا نتحدث عن يعني كفاءات وخبرات قادمة من المريخ، نحن نتحدث عن الواقع العراقي بما فيه بصورة صحيحة بعيدا عن المجاملات وبدون إعطاء صورة يعني وردية. يعني لدينا التقرير النصف سنوي الذي أصدرته الحكومة، طبعا التقرير إذا تتذكرون في الشهر السادس هو مخصص بمتابعة ما تقوم به الوزارات أو دور الوزراء، ولدينا أيضا إن شاء الله التقرير السنوي الذي سوف يصدر في نهاية هذه السنة. هذا التقرير سيحدد بعد مرور سنة في شهر ديسمبر القادم، شهر 12 القادم، سيحدد بالضبط أين يمكن أن تكون الوزارات، ماذا قدمت الوزارات وأين تلكأت، ماذا قدم الوزراء وماذا تلكأوا. إجمالا لا أستطيع أنا كمتحدث رسمي أن أعلن الآن كم هي نسبة القبول لدى السيد رئيس الوزراء أو كم هي نسبة الرفض لديه. موضوع قضية التعديل الوزاري أيضا هي مربوط بشخص رئيس الوزراء، وبصراحة باختصار أريد أن أقول موضوع تقييم الوزراء هو يعني مو قضية إعلامية، الوزير عمل مربوط برئيس الوزراء، من الممكن أن يقيم الوزير مجموعة من العاملين معه، يعني وكلاء الوزارات المدراء العامين قادرين على أن يقيمون دوره، لكن في النهاية رئيس الوزراء هو الوحيد القادر على أن يقول للوزير أن أدائك كان 50% 60% أو أدائك أقل من هذا وأنت تستطيع أن تبقى وأنت لا تستطيع. لذلك هذا الموضوع يعني كما قلنا أكثر من مرة سابقا مرتبط بقناعات السيد رئيس الوزراء.